كتير ما بيرتبط اسم محمد رمضان بالأزمات، وغالباً ما يكون ترند وحديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فما بين الإسكندرية مروراً بدمشق ووصولاً للخليج، يتصدر رمضان محركات البحث. فشو القصة؟ بالتفاصيل، وبرغم الشعبية اللي بيحظى فيها محمد رمضان بصفوف الشباب اللي بيحرص على متابعة أعماله، الفنان المصري تعرض بالآونة الأخيرة لحملات عديدة بتطالب بمقاطعة أعماله لأسباب مختلفة. وهالمرة انطلقت الحملة من مدينة الإسكندرية المصرية، تدعو أبناء المدينة إلى عدم حضور حفل رمضان المزمع إقامته ب 7 أكتوبر تشرين الأول بمنطقة سيدي جابر. وبمجرد الإعلان عن تفاصيل الحفل وأسعار التذاكر، دشن البعض على الفور حملات لمواجهة ما وصفوه بالفن الهابط والأنا المتضخمة المتجسدة بأعمال محمد رمضان. لو رحت قلت لهم إن كنت في يوم حبيبك ما حدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. يأتي هذا الجدل بالوقت اللي كشف فيه رئيس لجنة العمل بنقابة المهن الموسيقية بأن رمضان لم يحصل على تصريح رسمي لإحياء حفل في محافظة الإسكندرية بحسب ما نقلته بعض المواقع المصرية. هالحملات اتخذت هاشتاج إسكندرية لا ترحب برمضان عنوانا لها، وبالوقت اللي أشاد فيه البعض بالمحافظة باعتبارها رمزاً لحماية الذوق العام من الإسفاف، رفض المتعطشون لرؤية رمضان بمسرح الإسكندرية التشكيك بشعبية بطل مسلسل الأسطورة. وبينتقد بعضهم محاولات تنصيب البعض الآخر أنفسهم أوصياء على الفن والأخلاق، في حين التزم النجم المصري الصمت لفترة قبل ما يقرر الظهور بمقطع فيديو مصور برد فيه على ما تردد من الأنباء بشأن إلغاء حفله بمدينة الإسكندرية بعد رفض الأهالي له. أنا تقال لي اسكندرية لا ترحب بك يا محمد رمضان، هقوم ألبس دلوقت وانزل اسكندرية، وربنا يقدرني وادخل جوا كل منطقة في اسكندرية النهاردة. ونفى رمضان تلك الأنباء قائلا، الشركة المنظمة للحفل باعت ما يقارب من 70% من التذاكر قبل 17 يوما من الحفل. ثم وجه الفنان حديثه لمحافظ الشرقية الأسبق الداعم لحملة اسكندرية لا ترحب بك، مضيفا بأنه سيتجه على الفور إلى الإسكندرية من دون ما يستعين بحراسة لاستيضاح أسباب الحملة، حيث تحدى رمضان المحافظ السابق بأنه ينزل بنفسه للشارع وسط المواطنين الكادحين ليتابع مشاكلهم ويتعرف عن أسباب ضيق على حد تعبيره. وشارك الكثير من الإعلاميين والكتاب بالنقاش الدائر حول الحملة اللي طالت الفنان المصري، من بين هؤلاء الإعلامي إبراهيم عيسى اللي عبر عن رفضه بشكل قاطع لتلك الحملات، ووصف عيسى عبر برنامج حديث القاهرة ما حدث مع رمضان بالمفزع والمقلق، مضيفا بأن ما جرى دليل بؤس العقل المصري. وتابع متسائلا، أين مؤسسات الدولة مما يجري؟ كيف يمكن أن نسكت على جهة أو مجموعة تطالب بطرد فنان من مدينة في بلده؟ هذا مخالف للدستور المصري. على صعيد آخر، أعلن محمد رمضان من أيام عن إقامة حفل له بدمشق يوم 6 أكتوبر. الخبر اللي تنقلته وسائل التواصل الاجتماعي فوراً لقى نفي سريع من نقيب الفنانين السوريين محسن غازي عبر إذاعة أرابيسك، مؤكداً عدم ورود خبر رسمي لأي جهة رسمية بهالخصوص. من جهتها أصدرت النقابة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن رمضان لن يحيي حفلاً في البلاد، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات، وشددت على أن لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة المغني المصري لحفل في دمشق سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص. أنا جامد ما برحمش تيجي صادي ما بيتبنش. لم ينتهي الجدل بدمشق، إذ نفت وزارة الثقافة القطرية ترخيص إقامة حفل للفنان محمد رمضان بالدوحة، وذلك ردا على إعلانه إقامة حفل عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. لايق ازاي؟ بص متضايق ازاي؟